انطلقت زوال يوم 25 مارس 2019 بعد صلاة الجمعة فعاليات النسخة السادسة من دور رماية الصحون المنظم من طرف لدن جمعية بوفكرا للرماية والقنص بأرض سوجطة على تراب الجامعة الترابية السحل لدحرز وعلى مدى 3 أيام. وقد شهدت انطلاقة الدورية السادس لرمي الصحون حضور شخصيات وازنة في الدرك والسلطة ومسؤولين عن تدبير الشأن المحلي. وتميزت الانطلاقة بتكريم شخصيات كانت تمارس فن القنص والرماية وتقاعدت من الميدان، كما تم تكريم شخصيات في الدرك والسلطة والجماعات الترابية. هذه جمعية بوفكرا للقنص والرماية تنظم هذه الظاهرة كل سنة في رماية الصحون برئاسة الحاج متوكيل في منطقة حد السوالم. في هذا أثناء كنرحب بالجميع في هذا اللقاء التواصلي ما بين الناس وبين الرماة في جميع الميادين وفي ميدان القنص والرماية التي أوصى بها الرسول صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. ومن هذا المنبر أتمنى التوفيق والسلامة للجميع في هذا الدور السنوي الذي هو تكون فيه مسابقات وجوائز ومنافسات في رماية الصحون، وتكون جوائز كبيرة وصغيرة تشجيعا لهذه الرياضة التي ستبقى أبا عن جد إن شاء الله. وأتمنى الصحة والسلامة لقائدنا وحبيبنا الملك محمد السادس نصره الله وإيده والأسرة المالكة. وأشكر كذلك السلطات المحلية والأقليمية على المجهود الجبار الذي يقومون به في هذا الشأن من أجل إنجاح هذا الدوري السنوي. وأشكر كذلك السيد صاحب الجلالة على عملة برشيد على المجهود الجبار الذي يقوم به في هذا الشأن وفي المنطقة ككل. وأشكر كذلك السيد رئيس الدائرة والسيد قائد قيادة الساحل على الوقوف المشرف والشجاع في هذا الشأن. وأشكر كذلك رجال الدرك الملكي والسلطة والقوات المساعدة على المجهود الجبار الذي يقومون به في استتباب الأمن والهدوء والسلامة للجميع. وأشكر كذلك السيد رئيس بلدية حد السوالم الذي أمدنا بالعتاد واللوجستيك وجميع الوسائل مشكور، وكذلك السيد رئيس جماعة الساحل ولد حريز وكل العاملين معاه، وشكر لجميع والتوفيق لجميع إن شاء الله. وأضفت النسخة السادسة من دروس رمي الصحون من لدن جمعية بوفكران لمسات جديدة، حيث يعد تكريم شخصيات مارست فن القنص والرماية وتقديم جوائز لها التفاتة طيبة من المسؤولين عن الجمعية، فضلا عن التفاتة متميزة لمسؤولين تركوا ويتركون بصمتهم في تسيير شؤون المنطقة.